دكتور نبيل القط، مساء الخير. اهلا بيكي ازيك؟ مدام جميل، ازي حضرتك؟ يعني دلوقتي ايه موضوع ان النكد بيؤدي للسكتة القلبية المفاجئة والموت المفاجئ؟ ده لازم يكون نكد دوز عالي جدا، يعني هو نكد الستات ده هو يعني اللي بيصيب بالسكتة وهو مش متنكد من حاجات تانية في حياته؟ هو من الميزات القليلة اللي الستات بيتميزوا بيها ان الامراض القلبية ما بتصيبهمش كتير زي ما بتصيب الرجال. هنبتدي بقى ده قر كده، ده بس لا بيجي ما انا لهم لسه جاي يا لك، انا دكتور لسه جاي لك. بيجي لهم كانسر، ما انا بيجي جاي لك لهم اهو، انا جاي لك والله، انا جاي روماتويد، لك بيجي جاي لهم لك. شلل رعاش، بيجي لهم كل مظبوط حاجة، مظبوط بيجي لهم مشاكل مظبوط في الغدة وفي الأعصاب وكل بالظبط حاجة. بالظبط. ففي مقابل السكتة القلبية اللي بتحصل للرجالة نتيجة للنكد الزوجي، اللي بيحصل للستات كل بقى أمراض المناعة بقى من أول الغدة ما الدرقية هي والزيفة بتكتم، الحمراء. هي الست بتكتم جواها، بالظبط. تفضل تكتم 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 لحد ما تموت يا عيني. لا ده بسبب الاستروجين، بسبب هرمون الأنوثة يا مدام لميس. بجد؟ هرمون الأنوثة بيحمي الستات اه من أمراض القلب. الحمد عشان لله. كده امراض القلب بتزيد بعد انقطاع الدوره الشهريه. الستات اه والرجاله بيتساووا في الموضوع بعد انقطاع الدوره الشهريه، ولكن احنا بنضيف لده كمان انه الرجاله اكتر تدخينا من الستات، انه الرجاله اكتر عنفا من الستات، وده بيأثر على القلب وبيأثر على الاوعيه الدمويه، انه الرجاله اكثر غضبا واكثر تعرضا للمخدرات واكثر اندفاعيه، سلوك اندفاعي والسلوكيات المتهوره، كل ده بيأثر على الأوعية الدموية وعلى القلب، عكس الستات اللي بيتأثروا بأكتر في جهاز المناعة بتاعهم. مساكين والله احنا. طب معلش يعني يقول لك 86% بتعرضوا للموت، يعني معلش يعني النكد يؤدي للموت المفاجئ زيادة شوية قوي يا دكتور. أنا مش عارف الدراسة، ما قريتهاش، فمش قادر إن أنا أعلق عليها، بس 86% رقم مخيف فعلا ورقم قوي غريب جدا. لكن طبعا مش حد قاعد كده صحته زي الفل وهيجي له سكته قلبيه عشان النكد الزوجي، يعني اكيد دول اشخاص بيكون عندهم اصلا امراض قلب وعندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه، ومع التوترات الزوجيه اللي بتحصل يحصل لهم مضاعفات، وممكن فعلا يحصل الكلام ده. يعني يعني هي الدراسة دي أجريت على 2262 رجل اوكي مسجلين في دراسة أمراض القلب، عشان بيشوفوا إيه، هم بيشوفوا في أمراض القلب معدل بقى الناس اللي عندها رضاء زوجي، معدل الناس اللي ما عندهاش. فطلع تمام إنه المعدل بتاع الرضاء الزوجي، يعني الناس لما تكون راضية سعيدة، ودي رسالة للرجالة، اسعد مراتك عشان تسعدك، طبعا عشان ما تموتش، عشان طبعا، تحافظ على عشان قلبك وما عمرك يجيلكش يطول. سكتة قلبية تموت، تطب بالظبط تموت. بالظبط فهي دي الفكرة، ان هو لا، ف86% من العينة طلع ان هم ما كانوش سعداء زوجيا، فدول كانوا اكثر عرضة للسكتة القلبية. الرسالة ايه بقى يا دكتور في رأيك؟ بالظبط. رسالة بقى انه حضرتك ما تتخنش زورك، ما تتخنش صوتك، وما تتعصبش وما بالظبط، تغضبش وما تتعنفش، وخد دلعها الحاجات وخد هديها بالظبط كده، ساعدها دلعها هتلاقي وطبطب عليها هدايا. علشان حياتك تبقى لطيفة، وعشان بالظبط قلبك يكون كويس، وعشان تستمر في صحة كويسة. انما صح، اللي بيعمل الكلام ده هو اللي هيتأذي. انت حر، يعني انت بالظبط حر بقى، يعني انت عايز تكمل في سكة انك تضايقها، على فكرة هي هتكمل وانت انت هيجيلك اللي سكتة هتتضايق، قلبية وهتموت انت اللي عادي جدا. هتتضايق. انت اللي هتتضايق، انت هتموت، بالظبط. انت هتموت. هو مش هيتضايق يا دكتور، اه هو هيموت. اه سؤال ولو بقى ما يا ماتش دكتور. هيتضايق، هيجيله مشاكل في القلب، اه هيبقى ماشي. عاجز. اه حاجة يعني بالظبط. انت يا دكتور بيجيلك في العيادة رجالة اكتر ولا ستات لا يشتكولك من ستات المشا؟ اكتر، طبعا لا ستات اكتر، احنا 80% مساكين، ستات احنا على فكرة، مساكين. 80% ستات، ومش عيادتي لوحدي على فكرة. لا 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 تم طبعا ستات اكتر، وستات اكتر بيعانوا طبعا. وبعدين خدي بالك في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، الستات بيقضوا 80% من وقتهم في البيت، الرجاله بيقضوا العكس. اه على طول في فالنكد الشارع لو وفي موجود، القهوة وفي الكافيه. طبعا طبعا، فالنكد لو موجود بيأثر على الستات اكتر، لان هم اكتر هم اللي بيواجهوا النكد جوه البيوت، لكن الرجاله منطلقين في الشغل، يا على القهوه يا مع اصحابه، عنده حريه الحركه 24 ساعه، لكن الست بعد الليل ما بيدخل ما بتعرفش خلاص تخرج. قاعدة بالولاد، فالوضع بتذاكر، بالظبط بتزعق، بالظبط بتذاكر، بتطبخ، بتشوف، بتروح طبعا النادي، يعني بتروح الشغل، دي ست معذبة عموما. طبعا
يعني عموما هي عمليه نظيفه 100 100 يا دكتور، بدل الاكياس عمليه نظيفه 100 100. ضايقك يا بنتي، ضايقك يا جماعه. وبعدين ده كله باذن ربنا، كله بتاع ربنا. اوعي تكوني فاكره ان انت ضايقتيه او نكدتي عليه فمات، هو كله بتاع ربنا. اما ده رسالتي للست، عمليه نظيفه 100 100، ولا اكياس ولا بتاع ولا مش عارفه ايه، انت عرفتي السكه. اما للراجل، عايز حياتك تطول، عايز حياتك تبقى لطيفه، مفتاحك هذه السيدة الجميلة اللي هي خليها سعيدة. غير كده على فكرة انت لا تدفع الثمن، وهي هتبقى سعيدة برضو وهتكمل عادي جدا. شكرا. لا، هي هتتعب على فكرة برضو، هي معلش كمان بتعيا شوية وهتبقى كويس، شوية وهتبقى كويس. شكرا شكرا لحضرتك. دكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، بشكرك.